الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندي تعليق بسيط أخوانا زيادة على ما يدور الأيام دي في الإعلام، وهي حملة شرسة حسب ما أفهم، هي حملة شرسة ضد الإسلام. وأود أن أوصل رسالة إلى وسائل الإعلام والقائمين عليها، وملخص الرسالة كالآتي: يا أخواننا، الدين في المجتمع وعند الأفراد مبني على العلم، يعني دينك هو علمك، والمعلومة اللي أنت بتتلقاها دي في الدين هي اللي بتشكل فهمك للدين وعملك وعبادتك. والآن وللأسف الشديد تولى نشر الدين عندنا أو تولته وسائل الإعلام، هي اللي بتشكل الرسالة واللي بتشكل المجتمع واللي بتبني الجيل بتاعنا واللي بتغذيه بالمعلومات. ووسائل الإعلام عندنا الناس وضعوها في مكانة المعلم، وأي كلام بيجي في وسائل الإعلام بيعتبر كلام محترم، والمتحدث في وسائل الإعلام شخص محترم وإن كان ما كان. يعني عندنا زول لما يقول لك جابه في التلفزيون خلاص الكلام انتهى، لو عالم ولا ما عالم، لو بيعرف دين ولا ما بيعرف دين، خلاص ده زول محترم، لأنه يقول لك ده مفتي جابه في التلفزيون. والناس بمذاهبنا الموجودة عندنا دي والخرافات الكثيرة في السودان، أي شيء في السودان ده أي نوع بتاع خرافة قاعد. يعني قبل فترة في المحكمة بتاعت اللفة دي هنا، الكلام ده ما تم شهر ولسه أظن المحاكمة ما انتهت، بيحاكموا ناس قالوا صلاة الجمعة 4 ركعات وما فيها خطبة، في هنا بداية جمعي قالوا 4 ركعات وخطبة ما فيها، كويس، وقالوا سنة ما كده، بس سنة بس قرآن، وما عارف ال4 ركعات دي جابوها من القرآن وين، في 4 ركعات قالوا 4 ركعات، كويس. أي شيء في قبل فترة في القضارف، واحد طبعا الناس ادعوا أي شيء، واحد قال أنا الدابة، وقال دار نازل علماء المسلمين إنه أنا الدابة، وقال الحكومة لابد تشكل لي حماية، تسوي لك زريبة يعني ولا شو، قال أنا الدابة، والله أنا جريدة قاعدة معي. شوف السودان ده أي شيء فيه. ووسائل الإعلام بتدي المتحدث في الوسيلة دي صبغة عالم وداعية كبير ومفتي. والآن الخرافات الموجودة، يعني الشباب اللي بيمشوا داعش ولا غيره من الأفكار دي، زول مشى وفجر له مسلمين وكتل الناس، كويس، ده جاب الكلام ده من وين؟ بس كده أسأل نفسه جابه من وين؟ أفتاه زول، بس فتوى لقاه من زول. الناس الليلة عملوا احتفالات مولد وشعوذة، ده جابوا من وين؟ فتاوى، أفتوهم ناس. الناس اللي بيجيبون في وسائل الإعلام، يعني قبل أسبوع تقريبا أو أسبوع شوية بسمع الصباح في إذاعة اسم المساء، دي بتاعت حسين خوجلي، اسم المساء الصباح كده، تخليني من ما تتناول الأشخاص. يا أخي ده ما موضوعنا، موضوعنا البلد دي في كارثة، أنا بعتبرها كارثة دي والله، لأنه دي أولادنا، يعني بشاهد تلفزيون، أقول ليش ما يعني أنا عمل ليش، بيشوف التلفزيون، بيشوف مقاطع في الإنترنت، بيحضر راديو، بيركب مواصلات بيسمع، طيب أنا أعمل شنو؟ ده واقعنا يا إخواننا. زول بيتكلم قال عن صفات الله وإنه الله في السماء، دي صفة معروفة وأي طفل صغير بيعرفها، لو سألته الله وين بيقول لك في السماء. الزول ده بيتكلم قال الله ما في السماء، أها، وقال لو قلنا الله في السماء السماء دي يوم من الأيام بتتشقق، ربنا قال إذا السماء انشقت، قال الله بتلب، يعني الله بتلب ده، والله سمعته الساعة 7:30 صباحا، كويس، بيتكلم في الإذاعة وعادي الناس بيسمعوا. وبعد ما انتهى من الحلقة قال وعندي برنامج في دنقلة، وبرنامج وين؟ ده الزول اسمه لزيرك ده، كويس، وبيعلن لبرامجه
وقال بكرة تاني شغال ويومي شغال. أها رأيك شنو بيقول في كلام زي ده كده؟ قال ربنا قال يوم نطوي السماء كطي السجل. قال الله بيتلف يعني جوه ولا شنو؟ والله بهذه العبارة الله بيتلف جوه يعني. يا اخواننا الكلام ده والله ردة وكفر وخروج عن الملة. كيف تقول كلام زي ده يا أخي؟ معناها زول ده شبه الله بمخلوق، شبه الله بالمخلوق. لأنه الليلة لما أقول أنا طلعت في الطابق الفوق ده هنا، أنا ده مخلوق طلعت في الطابق الفوق، الطابق ده لو وقع أنا بقع صح؟ لأنه أنا مخلوق. لما أنت تيجي تقول لي الله في السماء يعني السماء لو وقعت الله بقع معاها وتلب زي ما قال هو، ده معناه أنت شبهت استواء الله باستواء المخلوق. ويا اخواننا اي زول بيشبه الله بالمخلوق ده كفر ولا ما كفر؟ الله بيشبه المخلوق؟ ابدا. ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن زول المشكله ما في ده، ما ده زي كتار قاعدين دجال ده مين المنتصر ومين منو ده الكتار. لكن المشكله في وسائل الاعلام بتاعتنا اللي بتنشر ليه زي ديه. دي المشكلة هنا يا اخوانا. لازم ما بخافوا من الله يعني؟ ما متوقعين يوم من الايام او ظانين او متيقنين ان في يوم بتاع حساب الله بيسأل الخلائق؟ يا اخي دي ما جريمة خاصة بك انت، لو شربت خمرة، لو زنات، لو سرقت، دي خاصة بك انت. لكن دي جريمة انت بترتكبها في حق شعب كامل يا اخي، في حق أمة، قناة فضائية وإذاعة في الدنيا انت تقول فيها كلام زي ده وما بتخاف من الله وتجيب زول ده وتاني يجي وتاني يجي. يا اخواننا انا ارجو الرسالة تصل لوسائل الاعلام ويخافوا الله ويتقوا الله في الشعب ده. انت عارف اخطر من المخدرات واخطر من البنجو اللي بيستعملوه الشباب الليلة، اخطر منه الافكار الهدامة، الفكر الأخطر منه ده يا أخي، ده ضلال ده يا أخي. وشغال الوسائل دي والإذاعات بالليل شغالة. الشيخ المزمل ربنا يجزيه خير جابوه في قبل يومين، مش هو الحلقة قبل يومين كانت يوم الأربعاء في حلقة وكانت بصراحة شديدة وبين أشياء كثيرة جدا الإعلام ده كاتمة ومبقولة. يا أخواننا إعلامنا بيفتح الباطل على مصراعيه وبيقفل الكلام امام الحق والباطل مفتوح على مصراعيه لحد ما انت لو جيت قلت كلمه الحق الناس يعتبروك جبت كلام غريب. قول لك ده ما سمعنا بيه والكلام ده وين وده ما لاقانا، ما سمعت بيه لانه غبش عليك الناس في وسائل الاعلام. على اي حال لما جابوا الشيخ مزمل في الحلقه بتاعته دي، حلقه كانت طيبه ومباركه، وضح فيها حقائق عن المذاهب الصوفيه دي كلها باشكال كل الطرق الصوفيه، بين اباطيلهم وداعش والاخوان المسلمين وغيرهم من الجماعات المنتسبه للسنه، كويس؟ وضح الحقائق وبينها بالوثائق وبالكتب. في ناس اتصلوا قالوا جزاكم الله خير، نحن عرفنا الحقيقه وفهمنا حقائق هذه الطرق، ناس عرفوا الحقيقه دي بحلقه واحده. يا اخواننا الاعلام ده لو خلاص كده مصر يجيب الجماعة ديل عشان يكسب من وراهم، اللي يفتح باب لأهل الحق انت افتح الاثنين، ما تفتح باب الباطل وتجيب على كده، هو باب الباطل براه ممنوع. افتحوا وانا بناشدهم اي مؤسسة قناة ولا إذاعة بتجيب الناس الدجالين ديل جيبوا أهل الحق معهم مستعدين في اي وقت. اي زول داير يناظر القال الدابة ولا قال انا عيسى ابن مريم واي زول جاهزين نناظر جيب الدابه ده، بس افتح وسائل الاعلام يا اخي. يا اخي ما ممكن الناس يوم يسمعوا صوفيه ودجالين يوم صوفيه يا اخي، ادينا يوم واحد يا اخي. انت عارف بحقك بقروشك تشتري برنامج ما خلوه، في برامج تجاريه ممكن تجي تعلن فيها صابون هلا زيت ما تعرف فول بالسمسم فول بالشطه، في مش في برامج متاحة بشتري انا بحقيه ما بيعوا لنا بحقنا ما بيعوا لنا، اهراج شنو؟ بقروشنا ما بيعوا لنا. يا ناس
يا اخوانا طيب البلد دي رجينا تمشي كيف لقدام؟ كيف تمشي لقدام؟ بلدنا دي مفطصة كده ده ما بتمشي دايرين يتفتح الإعلام ونقول كلمة الحق والشعب دي يعرف مناظرات علنية اسمعوا في التلفزيون مناظرة الليلة تجاني انتهى موضوعه بكرة قادر بعد بكرة سمان يا أخي مش تحدي ولا برامج بتاعت مصارعة يا أخي دي معرفة للحقيقة يا أخوانا الناس تعرف الحق جيبوا التجاني ده سيد التجاني الكبير ده قعدوه ونجي نتناقش معه كتاب وسنة جيب دليلك تفتى خمسة يوم أنا متأكد بإذن الله تنظف البلد دي تمام ما ريسين بتكسرهم في شنو تاني جبت زعيم التجانية انتهى قدام الناس تاني في حاجة ما فيش أي تجاني شوف شغلته يشيل بقية يمشي هالو طوالي شوف لي حاجة تاني غيرها بالطريقة عشان كده الشيخ مقبل عليه رحمة الله قال ظهرت دعوتنا بالمناظرات تطالبهم بالمناظرة أي ذول زعيم انت أي تعال كتاب وسنة تعال ناقش تقدر ما بتقدر انت انتهيت بتقدر تعال انزل الميدان اللي زيرك ده نزل الميدان مع شيخنا مزمل قبل فترة في خمسة دقائق والله يا زول ده تأدب أنا حاضرة والله يتأدب خمسة دقائق بس لكن لسه شغال ببرطع في وسائل الإعلام زي ما داير بحماية وحراسة من الجماعة ناس حسين خوجل والجماعة معهم على أي حال وسائل الإعلام رسالتنا اليوم أفتحوا لنا المجال زي ما فتحتوا لنا بحقنا ما داري منكم مجاني أفتح لنا بحقنا نجي نشتري زينا الصابون هلا نشتري إحنا برضو وننشر الحق والدين الخالص الصحيح من الكتاب والسنة كويس سبحان الله الحلقة بتاع الشيخ مزمل دي قلت لهم في التلفزيون ده أظن مما الله خلق تلفزيونات السودان ما في شغل زي ده كله أظن من زمن بعانخي ما في كلام زي ده الناس سمعوه كلام واضح يا أخي واضح ده حق وده باطل وده الدليل عليها من الكتاب من كده كويس المهم أنا أرجو الرسالة تصلهم ولو في زول بيقدر يوصل لهم الرسالة دي يوصلها لهم ونحن جاهزين إن شاء الله عشان نبلغ الناس معلومة صحيحة مبنية على الكتاب والسنة جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله